إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا أنا سأمد كفي كي أزيح بها العنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا لون الربيع لأجلنا وستعزف الآمال أحلاما تراقص دربنا فحياتنا تبقى برغم صعوبة الدنيا لنا ولنا سنبقى كي نزين بالبقاء حياتنا مرحبا بكم أحبتي الكرام. كيف نكون سعداء؟ يقول أحد الفلاسفة ذات مرة في مناقشة سر السعادة: ابحث عن شيء أكثر أهمية منك ثم كرس حياتك له. ولكن كيف نجد ذلك الشيء؟ إن الأمر بالتأكيد لا يحدث بالصدفة، إن الطريقة التي تعرف بها غايتك الحقيقية في الحياة هي عملية استكشافية معقدة شخصية للغاية. من وجهة نظري أن السعادة الحقيقية والشيء الأكثر أهمية والذي سيميزنا عن غيرنا هو في بناء الرابط الذي يبني الثقة بين الفرد ومجتمعه. السعادة هي جسر الاتصال بيننا وبين مجتمعاتنا. إذن كيف نبني هذا الجسر؟ من أفضل الوسائل التي تقربنا من مجتمعنا في وسيلة اتصال مباشرة وغير معقدة هو إسداء المعروف بين الناس وقصد نشره في أوساط المجتمعات، وأن نكون عوامل إيجابية مؤثرة نصنع بها تغيير سلوكيات غيرنا للأفضل فيما فيه خدمتهم وخدمة المجتمع بأكمله. نحن اليوم بمنطقة المشنة في محافظة إب. هذه المنطقة تعتبر تاريخية. اليوم نساند الشباب، شباب المشروع الوطني لتأهيل القيادات الشبابية. حنتعرف إن شاء الله عليهم ونتعرف على عملهم في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بلال ورافي، مدير التدريب في المشروع الوطني لتأهيل وتدريب القيادات الشبابية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. زيد أحمد منصور الغيثين، عضو في مركز التدريب لتدريب وتأهيل القيادة الشبابية. كاظم البعداني، عضو في المجلس الوطني لتدريب وتأهيل القيادة الشبابية. إيهاب اليافعي، عضو في المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادة الشبابية. نور الدين أمين الطاهري، صف السابع. محمد عبد الله فرحان، مدير التسجيل والمتابعة في المشروع الوطني. عبد الرحمن أنور الأزي، عضو في المشروع الوطني لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية. جبران محمد حمود، حق الصلاحين، جامعي فقط لا غير.
إسحاق محمد قاسم شميس، مدرب وعضو في المجلس الوطني تدريب وتأهيل القيادات الشبابية. شكرا لكم شباب. طبعا يرافقنا في هذا المكان الأخ حامد والأخ عبد المجيد، أعضاء فريق المتطوعين في البرنامج. أستاذ بلال، في البداية نريد أن نعرف نبذة عن المشروع الوطني لتأهيل وتدريب القيادات الشبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع الوطني تأسس في نهاية عام 2015، طبعا عاد الحين جديدين في المشروع الوطني. أقمنا عدة برامج تدريبية، منها برنامج التميز الشخصي، استهدفنا 350 متدرب ومتدربة لمدة 3 أسابيع. أقمنا برنامج دبلوم منحة إدارة الأعمال والعديد من الدورات. هدفنا في المشروع الوطني أو رؤيتنا بالأصح، إن شاء الله سننشئ مؤسسة المجلس الوطني وستكون عالمية إن شاء الله بإذن الله في المستقبل إن شاء الله. رسالتنا نحترف بناء الإنسان نحو بناء الأوطان. طيب أستاذ بلال، هل لديكم أعمال ميدانية مثلا زي هذا اليوم اللي احنا فيه؟ أقمنا في السابق في عام 2015 تقريبا حملة نظافة كانت على مستوى المحافظة أيضا، مثل اليوم سنقيم إن شاء الله حملة نظافة هنا مع فريق حياة الناس. إذن طبيعة عملنا اليوم هي حملة نظافة. حملة نظافة في هذا المكان إن شاء الله. طيب إن شاء الله فريق حياة الناس اليوم سيرافقكم في هذه المهمة. سننطلق مع الشباب إن شاء الله الآن لتنظيف هذا المكان التاريخي. يا اسم المنطقة لو سمحت؟ منطقة المشنة السياحية عند الشلال، شلال إب يسمى. شلال إب. حننطلق إن شاء الله إحنا الآن والشباب. نذكركم مشاهدينا الكرام بأن هذا البرنامج برعاية شركة مياه بلادي. إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا، ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا. أنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا. والله شعور رائع وراحة عالية برؤية هذه المدينة تتنظف، كما قال الرسول محمد أدناها إمادة الصلاة عن الطريق. شكرا جزيلا لك. انطلق جبران. ما هو شعورك يا جبران اليوم أن تقوم بهذا العمل؟ شعوري هذا مكاني ولازم أني أنا أنظفه بحد ذاتي، بغض النظر عن مكان سياحي أو لا سياحي، فالنظافة على الكل وفي كل مكان بالضروري تكون محددة على نقطة محددة. شكرا جزيلا لك. شباب، شعورك اليوم وأن تقوم بهذا العمل؟ والله شعوري رائع جدا، كونه أنه نخدم محافظتنا، وأيضا أنها أعلنت قريبا عاصمة سياحة، ورسالة توصلها للمجتمع أنه كلنا نعمل من أجل نجعل الأب تكون فخرا لليمن عامة ولأب أهل أب وأصحاب أب خاصة. شكرا جزيلا لك. شعورك اليوم وأن تقوم بهذا العمل؟ مفاجأة كبيرة جدا جدا. صراحة شعور رائع جدا، أن نحن تحس أن المكان لما تروح له مرة ثانية أنت حاس من قبل أنه نظيف، يكسب أنه نظيف حتى تعكس الصورة لما يجي غيرك يشوف لك نظف أو يشوف أن المكان نظيف نفسه يقول ما يستطيعش أن نزقه مرة ثانية، فإحنا نحاول نعكس الصورة للغير، نظف مكانك عشان ترجع مرة ثانية تسرح. شكرا. وبنا الحياة سترتدي لون الربيع لأجلنا، وستعزف الآمال أحلاما تراقص دربنا.
صعوبة الدنيا لنا ولنا سنبقى كي نزين في البقاء حياتنا. الأعمال الخيرية التي يمكننا القيام بها لخدمة مجتمعاتنا كثيرة جدا، يجب علينا ألا نقوم بتهميشها. في الفترات الأخيرة ولدت بعض المبادرات الشبابية التي ترسخ فينا خدمة المجتمع، ولكن للأسف قوبلت منا بشيء من التهميش. هذا العائق لن يكون سدا منيعا يصد الشباب عن الاستمرار في هذا الفعل الإيجابي. تستطيعون ذلك أيها الشباب، نحن فقط من بإمكانه النهوض بمجتمعاتنا. استمروا في عمل الخير وإسعاد الناس، واجعلوها وسيلة اتصال ناجحة بينكم ومجتمعكم. ازرعوا شتلة، ضعوا كوب ماء في الشارع، لونوا حياتنا بألوان جميلة، فأنتم الشباب فيكم خير. بفضل الله مشاهدينا الكرام انتهينا من العمل هنا في هذا المكان السياحي، نظف الشباب بالقدر الإمكان الذي استطاعوا عليه. الآن حابين يا شباب واحد منكم فقط يعرفنا على هذا المكان سياحيا. طبعا هذا هي منطقة الشلال تابعة لمديرية المشنة في محافظة إب. هي منطقة سياحية وأثرية، سابقا كان يمر من هنا ساقية واضحة أمامكم، كانت تغذي الجامع الكبير والمدينة القديمة. كان يمر هنا، كان يمر الماء عبر هذه الساقية، وكان كل تغذية المدينة القديمة من هذه المنطقة تغذية للمياه طبعا. طيب هل الآن عادوا معتمدين على شيء الآن في النهاية في المياه ولا كله رجع؟ لا حاليا لم يعتمد عليه، وإنما وزع لسواقي الأراضي للمناطق لميتم توزع الماء من الشلال. طيب نشتي فقط منكم يا شباب الآن منكم نعرف انطباعكم بعد هذا العمل ورسالتكم. تمام، بداية نحب نشكركم على حضوركم معنا وتوثيقكم لهذه المعلومات. ثانيا، لو كان كل شخص يرمي بشيء فيأخذه أو لا يرمي بشيء أصلا لن نحتاج إلى تنظيف، إنما فقط نحتاج إلى أماكن مخصصة لرمي هذه الحاجة. لا داعي لأن نكون نحن من نوسخ، نحن ننظف أنفسنا من نفسنا. الحقيقة انطباع رائع وجميل جدا بأن ترى مدينتك والأماكن التي بحولك نظيفة. رسالتي إلى المسؤولين والناشطين في هذا المجال البيئة أن يهتموا أكثر بالمناطق السياحية والمناطق بشكل عام مدينة إب، لأنها المدينة السياحية في الجمهورية اليمنية. انطباعي رائع جدا، أيضا لو وصفنا لاحتجنا إلى وقت. بخصوص رسالتي أوجهها لعموم المجتمع كامل، سواء من ناشطين من ناس عامة. النظافة ليست مقصورة على أشخاص محددين أو معينين، النظافة هي نظافة شخصية، إنه لو كل إحنا نظفنا أنفسنا واهتمينا بهذا المجال ستكون المحافظة نظيفة بل رائعة جدا. أولا، أجمل شعور هو أن ترى المكان مكان بعد التنظيف، المكان الذي نظفته تراه أجمل من الذي قبل. ورسالتي ليست إلى المسؤولين وإنما إلى المواطن نفسه، لو كل مواطن غير نفسه إنما نحتاج إلى حملات توعية ولا حاجة، فلن تكون المدينة نظيفة إلا إذا غيرنا من أنفسنا. طيب أستاذ بلال، كونك مدير التدريب في المشروع الوطني نحب نسمع كلمة أخيرة منك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نشعر بالأسى، نشعر بالألم عندما ترى مدينتك بشكل بمنظر غير لائق صراحة. الذي يمشي بالسيارة أي شيء يشربه ورجم، الذي يمشي لا، نريد توعية لأنفسنا لذواتنا. أي واحد يبدأ بالنظافة من نفسه، من عند نفسه تماما إن شاء الله. لا نلوم المسؤولين ولا نلوم الجهات ولا نلوم عمال النظافة ولا هذا ما نريد أن نوصله إلى الناس إن شاء الله. أخيرا نشكر قناة السعيدة
ونشكر برنامج حياة الناس والعاملين في البرنامج. نحب نقدم لكم في الأخير حامد، نقدم لكم هدايا من البرنامج، وزعها للشباب. طبعا هذا الشيء يعني حاجة بسيطة قدمناها لكم، وإلا إن شاء الله في النهاية مشاهدينا الكرام نتمنى أن نكون قمنا بدورنا في هذا المكان، الدور البسيط الذي يسعى لدور كبير أو لإيصال رسالة كبيرة في المستقبل. لكم منا كل التحية. في النهاية نشكر راعي هذا البرنامج شركة مياه بلادي. الخير أحبتي في كل مكان، اعمل الخير وساعد الناس في كل وقت وحال، كن أنت طوق النجاة لهم، كن أنت ذلك الكف الذي يمتد ليخرج الحزن من قلوب الناس لتغرس مكانه فرحا وسعادة، كن أنت تلك الأصابع التي تمسح دموع المكسورين لتعطيهم أملا بأن ما عند الله خير وأبقى، كن أنت ذلك العكاز الذي يتكئ عليه من أثقلهم هم وعبء ومصاعب هذه الحياة، كن أنت ذلك الطوق الذي يتمسك بك من غرقوا في مستنقع الإهمال والنسيان ليعلموا أن الله قادر على كل شيء وأنه لن يضيعهم، فلتكن أنت ذلك النور الذي يهتدي به من ضلوا طريقهم وتكالبت عليهم هذه الدنيا، كن أنت تلك السعادة التي ينتظرها كثير من الناس حتى أنهم أوشكوا على نسيان شيء اسمه سعادة، كن أنت وأنت وأنا. نعم، نحن جميعا بإمكاننا أن نصنع الكثير لأجل بعضنا البعض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة أحبتي الكرام، حتى ذلك الحين لا تنسونا من خالص الدعاء في رعاية الله. إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا، ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا. أنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا. إنا لنا